بالضبط. شو السبب الحقيقي لانفصالك عن أنس الشايب؟ خانك، استغل نجاحك، بغار لأنك ناجحة، عصبي وبخاف وبخاف الردات فعله، معقول يضرب؟ ياه ايه. واحد من الأسباب أو بتاكلته، في واحد منه مزبوط، احنا بنعرف أي مزبوط. قول يا والله عيدن. خانك، لا، استغل نجاحك، بغار لأنك ناجحة، عصبي وبتخافي من ردات فعله. عصبي وبخاف من ردات فعله. اوف، مد ايده عليك شي مره؟ لا بلا لا لا بلا. حتى انا عصبيه كثير. مد ايدك عليه؟ لا هو بيلعب بوكس ممكن. مو علي. مو علي.